أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة نور صباح يوم الأربعاء الموافق 29 مارس لعام 2023. يوم الأربعاء ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والمدارس والجامعات، وهذا بالتالي بينعكس إيجابيا على الشارع المصري من حيث زيادة أعداد أحجام السيارات، حيث استقبلت الشوارع المصرية منذ الصباح الباكر كثافات متحركة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. أبرز تلك الكثافات أعلى كوبري 6 أكتوبر القادم من مطلع صلاح سالم اتجاه مناطق وسط المدينة، وأحيانا أعلى الوصلة المعلقة اتجاه غمرة ورمسيس، حيث شهد بعض التراكمات المرورية نتيجة كثافات من السيارات سواء القادمة من مطلع شارع صلاح سالم وكذلك القادم من مطلع منطقة الزاوية الحمراء. ده ساعد بشكل كبير على تكتل السيارات في الوصلة ما بين الوصلة المعلقة وحتى غمرة ورمسيس، ولذلك تم وضع خدمات مرورية بنفس الموقع لسحب تلك الكثافات. أيضا من الجهة الأخرى تشهد أعلى كوبري 6 أكتوبر القادم من مناطق الجيزة وتحديدا أعلى عبد المنعم رياض كثافات متحركة اتجاه غمر رمسيس، لذلك يفضل استخدام منزل شارع رمسيس اتجاه المسطح الأرضي حيث يشهد سيولة مرورية بالنسبة للقادم من منطقة الإسعاف اتجاه ميدان رمسيس. أيضا توجد حاليا كثافات متحركة شارع الخليفة المأمون اتجاه نفا العباسية اتجاه مناطق وسط المدينة من خلال شارع لطفي السيد اتجاه مناطق غمرة ورمسيس، لذلك يفضل القادم من مناطق مصر الجديدة سلوك محور روكسي رمسيس حتى يمكن أن نخفف الضغط المروري على شارع الخليفة المأمون بالنسبة للقادم من مناطق روكسي وحي مصر الجديدة. أيضا حاليا كثافات متحركة بالنسبة لشارع الهرم محافظة الجيزة بالنسبة للقادم من طريق الفيوم الصحراوي وطريق اسكندرية الصحراوي اتجاه ميدان الرماية اتجاه شارع الهرم وتحديدا ما بعد الطلبية اتجاه نفق الهرم اتجاه مطلع كوبري الجيزة المعدني، لذلك يفضل استخدام محور ترسة حتى يمكن أن نخفف الضغط المروري على شارع الهرم وكذلك كوبري خاتم المرسلين. أيضا بالنسبة القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد اتجاه محور 26 يوليو اتجاه مناطق ميدان لبنان والمهندسين، لذلك يفضل استخدام الطريق الدولي الساحلي حتى يمكن أن يخفف الضغط المروري على محور 26 يوليو الذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بنفس الموقع. يمكن هي دي أبرز الكثافات الموجودة حاليا بالنسبة لداخل القاهرة الكبرى، وإن كان بعض الكثافات المتحركة موجودة حاليا بطريق إسماعيلية الصحراوي اتجاه نفق السلام اتجاه أعلى السلام اتجاه منزل الدائري وتحديدا في الوصلة الموجودة ما بين منطقة المؤسسة أعلى المؤسسة وحتى أعلى المرج. يمكن أبرز ما لدينا اليوم في الحلقة المرضية إن ما زال الغلق الكل مستمر لشارع يوسف عباس للقادم من شارع العروبة اتجاه شارع يوسف عباس اتجاه طريق النصر بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بقطاع المونوريل وتحويل حركة المرور بشارع العروبة اتجاه يمينا شارع الطيران فطريق النصر. أيضا يمكن أبرز ما لدينا اليوم توجد أعمال تطوير ورفع كفاءة بطريق قير اسكندرية الصحراوي بالنسبة للقادم من منطقة الكارتة وحتى مرغم بسبب أعمال التوسعة والتطوير الموجودة بنفس الموقع وتحويل حركة سير السيارات إلى طريق الخدمة ما قبل منطقة مرغم بحوالي 10 كيلو وعقب ذلك العودة إلى الطريق الأصلي طريق قير اسكندرية الصحراوي. يمكن هي دي أبرز ما لدينا بالنسبة للإغلاقات. بحمد الله المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل من كافة أنواع الخدمات المرورية الموجودة على الساحة الأرضية بالنسبة لكافة الخدمات سواء بالنسبة للقادم أو المتجه من المحافظات الأخرى اتجاه القاهرة الكبرى أو القادم من القاهرة الكبرى اتجاه المحافظات الأخرى، هذا مع تعزيز الخدمات المرورية بالمناطق.
المناطق التجارية وأماكن المتنزهات والتي يتردد عليها المواطنين ما قبل الإفطار مباشرة وما بعد الإفطار، بالإضافة لتعزيز الخدمات المرورية في مطالع ومنازل الكباري لمنع الوقوف نهائيا حتى لا يحدث أي تعطيل لحركة المرور أو تراكمات مرورية. أيضا تم تعزيز الخدمات أمام كافة المنشآت الهامة والحيوية التي يتردد عليها المواطنين يوميا بهدف منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع، مما يساعد بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركة المرورية. دائما وأبدا وفي نهاية الفقرة المرورية بالناشد السادة قائد السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور مما يساعد بشكل أكبر على تسهيل الحركة المرورية وتحقيق إنسابية مرورية في الشارع المصري.